أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما مناسبة ذكر السراويل في هذا الكتاب مع أنه كتاب عقيدة؟ قلت لكم أنهم يذكرون مسائل الفقه أحياناً مخالفة للمبتدعة، لأن في من ينكر الصلاة في السراويل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر. السراويل إذا ستر العورة صلى فيه، المقصود ستر العورة، هذا 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 شرط صحة الصلاة، ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، بالنسبة للمرأة جميع بدنها كله عورة في الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.